السلام عليكم ورحمة الله. ده تاني فأس السنة دي اهو، ان شاء الله بقيت البيض لسه ما شقش. انا دول اول اتنين، الباقي يعني على التوالي هيفتح ورا بعض النهاردة ان شاء الله وبكرة. ده تاني فأس السنة دي، ده الفأس القديم اللي هو كان يوم 5 ويوم 6، ده اللي غير توك وده اللي لسه مغيرش. في حاجات هنا لسه مغيرتش، ده لسه مغيرش. وده اللي غير توك، وهنبتدي يومين كده او حاجة وهنبتدي نأكله، لازم ياكل. وده الفأس الجديد بتاع السنة دي، طبعا دي كوبرا مصرية طبعا معروفة. الكوبرا المصرية طبعا او اي تعبان عامة بيخرج من البيضة كامل النمو، يعني اذا كان كوبرا او غير كوبرا. الكوبرا طبعا تعبان سام بيخرج من البيضة كامل نموه بانيابه باسنانه بالغدد، فيها سم. لو عض طبعا بيبقى فيها مشكلة، لان طبعا هو تعبان سام. وكمان في مشكلة كمان ان الفرخ الصغير ما بيبقاش عنده تحكم في الغدد بتاعته لسه، فممكن لما يعض يفضي كل كمية السم اللي موجودة. طبعا هي بتبقى كمية صغيرة بحكم ان هو لسه فرخ صغير والغدد حجمها صغير، لكن سم طبعا بيعمل مشاكل اكيد يعني، وممكن يؤدي للوفاة طبعا، لان سم الكوبرا سم عصبي. لكن بالنسبة لحجمها طبعا وحجم الغدة صغير، فبالنسبة برضو للسم بيبقى كميته صغيرة. لكن ده مش معناه ان يعني تتمسك عادي او ما تحرصش منه. دول اللي غيروا جلد، شكلهم جميل جدا سبحان الله، والوانهم مختلفة بين الاصفر وبين الزيتوني. يعني اللون ده لون زيتوني، والتاني ده عاطي على صفار. يعني سبحان الله لونهم جميل جدا، لونهم جميل جدا سبحان الله. احنا طبعا في انتظار بقية البيض ده انه يخرج. البيض دوت على فكرة يعني من يعني الكور دي هتكون ان شاء الله من اقوى الكور اللي ممكن الواحد يشوفها. البيض ده اتنقل مرتين، مرتين يتنقل، يعني البيض ده مشي 600 كيلو او ما يقارب 600 كيلو، يعني حوالي 300 رايح و300 راجع. يعني كنت في سفر وما كانش ينفع اسيب البيض، فاضطريت اخده معايا. 300 كيلو رايح، وبعد كام يوم رجعت 300 كيلو كمان. والبيض اتحرك من مكانه واهتزازات ياما، واتقلب خالص من مكانه. انا قلت طبعا باظ، مش يعني خلاص مش هينفع، فحاولت ارجعه للحالة اللي هو كان فيها الاول، اول ما حطيته. والحمد لله بالفعل ابتدى يفقس، والبيض بقية البيض حتى اللي مفقس صحته كويسة، وهيفقس في خلال النهاردة وبكرة، يعني في خلال الاسبوع ده كل ده هيكون طلع. طبعا انا مش عارف هتقابلنا مشكلة في اكل الاحجام ديت. هنحاول نجيب لها بنكي، هنحاول نجيب لها ابراص صغيرة، هنشوف. ده طبعا الفرخ اللي هو من الاسبوع اللي فات. السلام عليكم.